قبل الفاصل هشام رشاد قال ان الجيل ده محتاج شخصيه زي حسام حسن، وعويس قال لك لا الجيل ده ما ينفعش معاك الكلام ده. اتفضل. ليه الجيل ده ميدو مش بتاع كابتن حسام؟ طبعا كلنا عارفين زي ما انت كنت بتقول اللي اكيد هيعمله ان هو هيخلي اللعيبه تدي 100% وان هو يرجع شخصيه منتخب مصر، ده كلنا ما عندناش فيه شك. لكن القصه في ايه؟ ان كابتن حسام، وانا بقول يعني انا وجهه نظري ان اكيد اكيد ما دام كابتن حسام جه منتخب مصر اكيد اتقعد معاه واتقال له حاجات معينه في القصه دي. كابتن حسام، انت فاكر حسام حسن بيسمع كلام حد؟ بس حسام ما هي دي حلاوته مع حسام يعني كده. انت حسام يعني مين اللي هيقول لحسام حسن؟ لا يعني لازم يتكلموا. مين ايا كان بقى، هو فيش ما هو اكيد، ما هو دام جه اكيد قعد مع الناس، اكيد قعد مع الناس. لا قعد مع الناس بهدوء، ممكن يخلوا له يعني اهدى على الخط ماشي بتاع كده ماشي. لكن موضوع ان انت عصبي بقى زياده، موضوع ان انت ممكن وانت متعصب يطلع منك مثلا حاجات مش 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 احسن حاجه بالنسبه للعيبه او الكلام ده مش هينفع مع الجيل ده. ميدو الجيل ده انا بقول وجهه نظري برضو ان لو كابتن جوهري موجود مع الجيل ده كان هيتعب. الجيل ده اللي هو مين؟ الجيل ده ميدو. المفروض اللعيبه دي كلها وهي قاعده مع حسام حسن تبقى يعني على عيني وعلى مصدقه نفسها ان صدقني يا ميدو الجيل ده مع احترامي في كل المجالات في كل المجالات ما بيكبرش حد. مفيش مش زينا واحنا صغيرين في احترام للكبير. مفيش ان احنا خلاص والله ما هو ده اللي حسام حسن لازم يرجعه. هو ده. طب ما ده اللي الناس خلينا معاك مليون. انا بسالك سؤال، اللي عندهم 20 سنه و21 سنه و22 سنه، انت دلوقتي وانت ماشي في الشارع تخاف تتكلم مع حد فيهم؟ انت قصدك في مصر ولا في مصر عامه وفي كل المجالات؟ انت دلوقتي لو انت قصدك كابتن حسام بجلاله قدره دي، احنا لما كنا بنشوف كابتن حسام واحنا صغيرين انت خلاص كابتن حسام انت مرعوب. الناس دي مش كده، وهيبقوا مرعوبين وهم رايحين. صدقني الجيل ده مش كده. يعني انت عايز تقنعني ان كابتن حسام، هو كابتن حسام مشي من بيراميدز ليه يا ميدو؟ مشي من بيراميدز. بس عارف ليه؟ ما هو برضه يا عويس انا عايز اخدك في نفس الحته اللي انا بتكلم فيها. التعامل اليومي الديلي لمده طويله، الشخصيه ما تتغيرش يا مين. لا بس الشخصيه ما تتغيرش، مش قصدي على كده. انا قصدي ان يعني ايه لعيبه المنتخب هيجوا وهيروحوا 3 4 شهور. ايوه بس لو انا عصبي في يوم زي ما ابقى عصبي في 3 شهور يا حبيبي. ايوه انت مش فاهم. انا بتكلم ان العصبيه ورا بعض كل يوم ما تقدرش تستحملها. فاهمني ولا لا؟ انت بتقول لي بيراميدز كان بيراميدز، لا كان في مشاكل وكل يوم اي حد عنده كاركتر. ما تكلمك امي تفينا يا كابتن برضو ان العصبيه دي الاوفر دي اصلا غلط. يعني احنا اصلا بنتكلم في تفاصيل. المفروض المدرب يتميز بالهدوء، يتميز انه يكون قريب من جميع اللعيبه، يتميز ان هو يكون مركز في تكتيك كل ماتش بيتلعب بطريقه ازاي. مهم جدا يحضر لعيبته بشكل نفسي، مهم جدا يحضر لعيبته بحته الروح والاراده والاصرار وان انت تلعب باسم منتخب مصر. الموضوع مش خناقه. انت عارف مشكله انا ليه محسسني ان انا هيجي حسام حسن فاحنا هننزل نتخانق؟ يا جماعه لا، اللعيبه المصريه اللي موجوده لعيبه كويسه جدا. واي حد بيقول انا لعبت مع كل الناس دي، اللعيبه دي وصلت مع كوبر، وصلت مع كروش، مع فيتوريا، في مشكله كبيره جدا في المدير الفني. اختلف معاك في قصه ان انت اللعيبه كويسه جدا دي. ده لعيبه كويسه. لا احنا ما عندناش اللعيبه دي كويسه. مين اللي قال كده؟ اي حد يقول خلاص نلغي الكره في مصر؟ لا لا خالص خالص. ده بالعكس ده اسوأ حاجه في الكره في مصر، الاداره وتاني حاجه المدربين. معلش المدربين فاهمين الفهلوه والاداره غلط. كل واحد بيبص لمصلحته، بيبص مين صاحبه مين حبيبه فانا اجيبه. مين اللي قال كده؟ اللعيبه مظلومه. صدقني اللعيبه الصغيره طول ما انت مقتنع، طول ما احنا مقتنعين ان احنا عندنا دوري بينتج لعيبه كويسه. يا ابني مصطفى محمد صلاح مهاجم، مصطفى محمد مهاجم، تريزيجيه مهاجم، الناس دي بتلعب فين؟ عمر مرموش الناس دي بتلعب فين؟ اللي بيلعبوا فين؟ ده كويس. بس انا عايز اقول لك حاجه على الدوري المصري. الدوري المصري ما بينتجش لعيب جامد. ميدو ده وجهه نظر. انا عايز اقول لك حاجه. اتفضل. هو احنا نقارن بالمغرب كلاعيبه؟ مش مغرب مين؟ احنا ما نقارنش. لا انا عايز اسال سؤال يكمل البس مع الجمله. كمل. احنا نقارن بالمغرب؟ ايه نقارن يعني ايه؟ نقارن بالسنغال؟ لا يعني ككواليتي يعني احنا خرجنا من دور وصلت نهائي افريقيا. مش انا بتكلم دلوقتي، بتكلم دلوقتي لان كان عندك وخرجوا. لا ليه؟ عارف ليه يا ميدو؟ وكمل معلش. فكره الروح انت بالعشوائيه اللي عندك خرجت من 16. المغرب بالرابع العالم خرج من 16. السنغال خرج من 16. عارف ليه؟ لان لو مفيش قلب مفيش كوره. طيب. مفيش نجاح. انا بس هي دي حسام حسن. انا عايز اشرح لدودار قلب ايه؟ كل حاجه مش في القلب. اقسم بالله بالقلب. بس دودار جنوب افريقيا اول مره. اقول لك تمام. اقول لكم التحليل الفني للموضوع ومدرب. خلي بالك. لا ماشي. اقول لك حاجه تمام. انت بتتكلم ان انت وصلت 2 نهائي ووصلت كذا ليه؟ كان عندك 2 مدربين بالظبط. ماشي. بس كان عندك مدرب واقعي، عندك 2 مدربين مخضرمين. برافو عليك. عارفين ان الكواليتي بتاعت اللعيب المصري وضخيم الاول، فهسيب الاستحواذ ولا العب على المرتده. وضخيم بقى قوه المنتخب المصري ان انا اخليهم ان هم فيزيكال سترونج، ان هم بتاع، وان هم اقوياء، وان هم عندهم وعي تكتيكي اقدر ان انا انظمهم وبتاع، والعب على الهجمه المرتده عند صلاح سريع. الاثنين اشتغلوا بالكلام ده. لما جالك مدرب عايز يلعب كوره
الامكانيات اللي عندنا. الله ينور عليك، الله ينور عليك. يعني انت بقى عايز تقنعني ان في اللعيبه اللي في منتخب مصر متخاذله؟ لا لا مش متخاذله، لا متخاذلين. انا متخاذل. انا بقول حسام حسن، انا بقول هو الجيل متخاذل. ما تقولش الجيل، انا بقول لك الجيل متخاذل. انا مش بدافع عن الجيل، اقسم بالله الجيل متخاذل. واللي ماشي رايه هو في حاجه اسمها انا داخل بطوله. يعني ايه لاعب يبقى متخاذل؟ انا داخل سبعه وبيلعب باسم مصر اللي هي بلده. اه كبيره. هو في لعيب عنده ماتش بكره منزل لي ستوري؟ احنا هنهزر يا جماعه. مين منزل ستوري؟ انت راجل في منتخب مصر، كابتن جوري كان بيعمل في حاجه اسمها انا عندي ماتش بكره انزل ستوري؟ هو بس انا دماغي متخاذله كبيره على فكره. اللعيبه مش انت بتتكلم صح وهشام بيتكلم صح. عارف ليه؟ ما عندهمش. اللعيبه مش متخاذله. اللعيبه ما فيش حد حاطط لهم نظام فبيعملوا اللي هم عايزينه. يا ميدو يبقى ده عيب مين؟ عيب اداره. عيب اداره وده اللي بقوله. طب عارف يا دودار؟ نطلع فاصل. يلا فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا مع دودار وهشام وعايز.